السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يذكر لك الله يحبك كله يا شيخنا. حبك الله اللي تحتنا فيه. بعدين يا حضرتك يا شيخنا، أنا عندي سؤالين بس أقولهم لحضرتك بعد إذنك. تفضل. دلوقتي حضرتك المرأة الحامل الجنين، هل هو بيتأثر فعلا بالقرآن؟ وهل ده فيه والله لا أعلم أصل؟ نصا، لا أعلم نصا في هذا الباب. طيب والذي يعني يظهر، حضرتك والذي يظهر غير ذلك، يعني يتأثر بالدعاء، ادعو الله عموما، لكن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تمام. السؤال الثاني حضرتك دلوقتي، يعني الزوجة بتتفرج على يعني على القنوات اللي هي المصرية في التلفزيون، تمام؟ فأنا كذا مرة أقول يعني بلاش القنوات دي، عايز أمسحها، فأنا أعمل إيه حضرتك عشان أمسحها، أو إيه اللي عليا عشان أعمله يعني؟ استمر في النصح وابعد الفساد عن بيتك. لو البيت فيه فساد ابعد الفساد عن بيتك. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يسلمك. شكرا.